بخالص الشكر والتقدير لسيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على بيانه الذي ألقاه عن برنامج الحكومة، والذي نأمل أن يكون برنامجا ملبيا لطموحات وآمال المواطنين، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم. السادة الأعضاء، تقضي الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس بإحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وعملا بحكم هذه الفقرة، فإني أعرض على حضراتكم تشكيل هذه اللجنة الخاصة برئاسة سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيلي أول المجلس، وعضوية 42 نائبا، وهم سيادة النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، السادة رؤساء اللجان النوعية، السادة ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى السادة الأعضاء سليمان حميد وهدان، غادة محمود علي أحمد، محمد مصطفى بكري، إيرين سعيد عبد المعز سعيد، أحمد محمد سلام الشرقاوي، ندى ألفي ثابت بسالي، أحمد محمد أحمد فرغل، أحمد فتحي محمد عبد الحميد. وعلى هذه اللجنة الخاصة أن تتدارس برنامج الحكومة بحضور السادة الوزراء المعنيين، وأن تعد تقريرها عنه خلال 10 أيام على الأكثر تمهيداً لعرضه على المجلس. وعملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو السادة ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التقدم بأسماء السادة الأعضاء طالب الكلمة في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة، كما يجب أن يقدم من يرغب في الكلام من أعضاء المجلس الآخرين طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المجلس أو على التابلت. السادة الأعضاء، الآن ترفع الجلسة وتعقد الجلسة القادمة إن شاء الله الساعة 11 صباح يوم الأحد الموافق 21 من شهر يوليو الجاري.